اليوم هذا المجلس يا سبحان الله، التوصيات من الشباب والتأكيدات يقولون شيخنا بهاليوم اذكر الملاحقين والمطاردين. اليوم هذه بالذات هالمصيبة يا أحبائي، يمكن سابقا كنتون تسمعونها صح تبكون عليها، لكن اليوم خصوصا الشباب يعرفون قيمتها اليوم، يعرفون قيمة صاحب هذا اليوم، يعرفون حرارة هذه المصيبة، يتذكرون إخوانهم اللي يدورون مكان يبيتون فيه ما حصلوا، بيتوا في المقابر وبيتوا في الزرايع وبيتوا على الاسطوح، وصادهم العطش والبرد ما عدهم أحد يعطيهم قلاص ماي، وياما أبواب تسددت في وجوههم، وياما أمهات ماتت حسرة على أولادها. اليوم نريد الدمعة، دمعة مميزة، دمعة الكسير، دمعة الغريب، دمعة الحيران. ترى انت بالبحرين من تبكي على مسلم غير اي واحد يبكي على مسلم بكل العالم، لانك ضايق لوعة مسلم وغربة مسلم، وعلى الاقل عندك احباء ذاقوا تلك اللوعة. فاليوم حضر قلبك عندي، طلع من المسجد ما